بداية المولى جل وعلا جلب العباد بحبهم وميلهم لأوطانهم، فما من إنسان يعيش على أرض أو وطن إلا ووضع فيه المولى جل وعلا حب هذا الوطن، ووضع في قلبه التفاني ونيل الشهادة في هذا الوطن، ووضع فيه الدفاع عن هذا من كان، أو الكل وضع فيه رب العزة جل وعلا هذا الأمر. أما هناك من يشذ عن هذا الأمر، فالذي يشذ يكون بخاطره وبفكره وما في جوبعته. أما حب الوطن فقد زرعه المولى جل وعلا في كل القلوب، ومن فعل عكس ذلك فهو من أعماله وأهواه. إذن المولى جل وعلا جعل حب الوطن مقرون بالعيش فيه. أنت تعيش في بلد يجب أن تحبه وتخلص له، وأن تتفانى في الدفاع عنه، فليس لك وطن آخر ولا بلد آخر ولا مكان تأوي إليه إلا بيتك في هذا الوطن. فحب الوطن واجب على من يعيش فيه، ومن ند عن ذلك فحسابه على الله. هذا البلد الذي نعيش فيه ألا وهو مصر، الوطن الذي ذكر في كتاب الله والذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أتى فيه رسول الله وصلى فيه ركعتين، والذي تجلى فيه رب العزة جل وعلا ولم يتجلى في بلد سواه، والذي جعل فيه رب العزة جل وعلا الوادي المقدس، والذي أوحى الله فيه إلى موسى ويوسف وإلى أنبياء كثيرين، والبلد الذي خطط عليه وسارت عليه أقدام إبراهيم وهاجر ولوط وسارة وإدريس وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء كموسى وعيسى ويوسف ويعقوب وأولاده الأسباط وإخوة يوسف، كل هذا أتى إلى مصر، البلد الذي ولد فيه موسى وقارون، وتربى فيه يوشع بن نون وغيرهم، وأرمياء ودانيال من الأنبياء، عاش على هذه الأرض وأكل من خير مصر. أتى إلى هذا البلد المبارك صحابة كثيرين، على رأسه خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن أبي صلح وغيرهم، وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة الأفذاذ الذين عاشوا ورأوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومات على تراب هذا البلد صحابة كثيرين ودافعوا عنه وظلوا ونالوا الشهادة على أرض هذا الوطن، وذكرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر رب العزة جل وعلا هذا البلد الطيب المبارك. أنتم أهل مصر أخوان العرب، فمنكم هاجر أم إسماعيل، فأنتم أخوان العرب، ومنكم هاجر أيضا التي من بلدة الفرمة، ألا وهي محافظة بورسعيد الآن. هاجر المصرية كانت من محافظة بورسعيد المسماة آنذاك أو في وقتها الفرمة، التي بناها رجل يسمى الفرمة. وأيضا أنتم يا عرب لا تنسوا الفضل لأم إبراهيم ماريا بنت ملون بنت محافظة المنيا، التي أخذها الحبيب صلى الله عليه وسلم هدية مباركة، وأنجب منها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البلد الذي قال فيه أفذاذ صحابة وغيرهم: إذا أردت أن تنظر إلى الجنة فانظر إلى مصر حين تزدهر. إذا أردت أن تنظر إلى شبه الجنة فانظر إلى مصر إذا أزهرت. وقال عنها كعب الأحبار: لولا محبتي في بيت المقدس ما سكنت إلا مصر. قيل له: ولم؟ قال: لأنها معافاة من الفتن، ومن أرادها بسوء قصمه الله، وهي بلد مبارك لأهله أو لأهلها فيه. وقيل عن مصر أيضا: فيها فلق الله البحر لموسى، فيها الوادي المقدس، فيها أوحى الله إلى موسى، فيها جبل الطور حيث كلم الله عليه موسى، وحيث صلى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتين في ليلة الإسراء.